Again, why we couldn't fly like normal people. Don't see too many travelers around here. Where are y'all headed? San Diego. Yeah, have a safe trip. Ne dogo, كيف كتشوفوا؟ احنا في هوليوود. تكساس دابا. لا بالعكس، هذا واحد الاستوديو كانوا شنو؟ صوروا فيه واحد الفيلم في 2006. واحد الفيلم سميتو أتيلا لا رومون. فيلم أمريكي. تصوب هنا في هذه المنطقه هذه بين تازنخت كازهر وبين ورزازات. تبعوا معنا ونجيب لكم الشلت اليوم كازهر. جيتي شويه مزوله مع الوقت في الحال كازهر. الفيلم كيحكي ديال واحد القصة واقعية وقعت تقريبا في جيل القرن الخامس عشر. كانوا كيمسافرين كانوا كيمشيو. القصة هذه ديال كما كنقول قصة حقيقية واقعية ديال شي ناس كانوا كيختطفوا شي مسافرين وكيقتلوهم وكياكلوهم. تكساس فين؟ تكساس لا في اسكتلندا. قصة حقيقية في اسكتلندا وكانوا كياكلوهم. تقريبا ديك العائلة تكونت تقريبا شي 48 فرد. ملي كثرت هاد الحوادث وبحثوا لقاوهم فين؟ لقاوهم شدوهم حكموا لهم الإعدام بالنساء ديالهم بالولاد ديالهم بالأطفال ديالهم كلشي. ولكن بعد ما كانوا قتلوا أزيد من 1000 واحد كانوا كلهم. من بعد داروا هاد القصة وهاد الفيلم في هاد المكان هذا. والإشارة هاد البلاصة هادي سجل فيها سعد مجرد الفيديو كليب ديالو ديال غلطانة. هاي باش تجيب حدا هاد النهار السيارة غادي نصورها من بعد. الكارنيفال هما اللي دارو لي هاك دابا حنا كنصورو في الفيديو يخرج لنا شي واحد. هو وغادي نديرو لكم شي لقطات من الفيلم فيهم هاد نتكي مع راسك. شي ما يخلعكش كيخلع قلب الطير خرج من حداك. الله الله هو ياكلنا ومتاكي بلادي ما حاضرينش. خويا هادشي تندز ديما انا من هنا ما عمري ديت هادشي. هذا استوديو شنو امريكان خلوه هنا وراه صوروا فيه. السلام عليكم. سمعت شي واحد هضر قبيلة هادو هادو الكيف ملي تجي لي في هاد الوقيته هاني راه تحس براسك راه في الوقيته تبني تبني جماجين. يا الخامو وقف حداه رمسيس. رمسيس دور عندي. شكون هذاك رمسيس؟
رمسيس الاول ورمسيس الثاني. وحنا حاول حنا اللي مسطين جينا نصور لكم بالليل. مزيان اللي تعيشوا القصه نيت. يعني الاكسسوارات اللي داروا خلاوهم باقيين هما هما ماشي اللي داز فيهم في هاد الراس باقي جديده. راس جديد عندي افيه المحطة ديال غاز هافيس حتى الشجرة جات هنا نابتة. أها شي خاوي ما عامر تفضل جلس جلس غاز غاز هافن كل شيء هنا فيه وحيد مع الليل هو هذاك عليك خرجوا لي انا تنسوا خرجوا لي راه هذيك راه هذه البرد هذه غاز هذا مقلوبة عاوتاني نديروا ليها هكا اللي تلقاها غنمشي حتى ديك الخشب بحال هي راه فيه صغيرة البطل ديال الفيلم هذا هو اللي قتل الخروف رشاش واحد الروح الروح في جماجم قطعوا لي رجلو وعلقوها هنا على المحطة سيستيمو هي هذه ديال غاز هافل هي الفيلم اصلا مشهور بهذا الاسم ديال غاز هافل غاز هافل المحطة يلا جولد درينك هذه خصك تعرف انها تبنات خصيصا للفيلم وهي بقات ستاسيون تبنات خصيصا للفيلم دلتا غاز نجينا بالنهار من داخل ولكن دابا نسدو تحت جيتي بالليل جينا بالليل اييه يلا راه الوالي ليك ها الفرقة الفونتيلاتور سيمو صح هكا خويا صورني انا باش تديرني بقى هاو انا هو الغاز هذا هو الغاز اجيش شنو